منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى تنين السماء تعتبر أحدث جيل من منظومات الدفاع الجوي التي ابتكرتها شركة نورينكو والتي تعمل لدى القوات المسلحة الملكية المغربية. يمكن للمنظومة بكل كفاءة اعتراض الأهداف المتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جدا ضد المقاتلات والمروحيات والطائرات بدون الطيار وصواريخ الكروس. تحتوي كل بطارية من تنين السماء على 6 شاحنات إطلاق وعربة رادار بعيد المدى بمدى 200 كيلومتر ثلاثي الأبعاد وعربة للقيادة والتحكم وعربة أخرى للتلقيم، وكل شاحنة تحتوي على 4 قوادف إطلاق جاهزة للاشتباك في ثواني قليلة فقط، ما يعني أن البطارية الواحدة قادرة على الاشتباك مع 24 هدف في وقت واحد من مدى 50 كيلومتر وارتفاع 20 كيلومتر. وما يميز منظومة تنين السماء أيضا أنه يمكن للبطارية الواحدة العمل بشكل مستقل بالاعتماد على رادارها الخاص، وتشمل المهام الرئيسية للنظام أيضا الدفاع عن المناطق الحيوية بالإضافة إلى العمل في الميدان وتوفير التغطية الدفاعية من الهجمات الجوية. تعتبر منظومة تنين السماء للدفاع الجوي جزء من شبكة للدفاع تتكون من عدة منظومات للدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للدفاع عن سماء وأجواء المملكة المغربية.